وقنا عذاب النار. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولا مريضا إلا شفيته، ولا طالب علم إلا وفقته، ولا صاحب دين إلا وله وفيته. اللهم أجرنا من النار يا رب، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب. ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا يا رب، ربنا لا تأخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وفصلنا على القوم الكافرين. يا رب ما تحرمناش من زيارة بيتك يا رب، وترزق كل مشتاق يا رب، يا رب ترزق كل منك الأمين يا رب، يا رب ترزق كل منك الأمين يا رب. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو. فندق الصفا، فندق الصفا وفندق الساعة. حرم يا حبيبي، عقبال يا رب كده اللي ما جاش يجيه، يوعدكم جميعا يا رب يا حبيبي، يكتبها لكم مرات ومرات يا رب. جميل، يدوق كده ما شاء الله ما شاء الله. هادية خالص، مش زي رمضان وشعبان كانت موت برضه، ورمضان كانت زحمه، بس شوال لسه الناس مروحه كلها من رمضان ما شاء الله يا حبايبي. ما شاء الله لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. تلبية دي يا حبيبي تلبي من ساعة ما قلت لهم العمرة اتلبي. لو في حد بقى معاكوا حد كبير هيركب عجل او هيركب المواتير اللي بتشتغل ديت يعني بالطوف او كده، العربيات المتحركه بالكهرباء ديت بيطلعوا من على الكوبري، واللي بينزلوا الصح ما يخشوا معانا من الباب، لكن اللي بيطلع يطوف بالعربيات او بالعجل بيطلعوا فوق. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. كبري يا حبايب اهو، شم ريحة الكعبة يا عدلة، شم ريحة الكعبة يا رب، ما تحرمناش، شم ريحة المسك يا رب. الله يا رب توعدكم يا حبايبي وتشموها وتشموا الروائح الجميلة دي يا رب، يا رب يكتبها لكم وتلمسوها وتطوفوا حواليه، يا رب يكتبها لكم يا رب وتطوفوا البيت المعمور يا رب، يا رب دعوة مستجابة يا حبايبي، يا رب توعد جميع حبايبك، يا رب ترضيكم وتكرمكم جميعا. سدين كده بين الباب ده عشان الشغل، عشان التجديدات والعمود والحاجات دي سدينه كده، احنا كنا بنخش من الباب التاني، فهنا محولين الحجاب كلهم هنا اهي، متحولين كلنا هنا كده.
هقولك احنا كنا برضو من فيها شغل اهي. معدات وحاجات شغلة. ريحة الكعبة ما شاء الله. اللهم افتح لي ابواب رحمتك. اللهم افتح لي ابواب رحمتك. اللهم افتح لي باب رحمتك. باب اتنين يا حبايب. اللهم افتح لي باب رحمتك. مدني. بقى اللهم اجعلني مستجابة الدعوة. الله يا حاج اللهم اجعلني مستجابة الدعوة. مش هننزل بقى الصحن يا حبيبي نعمل العمر. شوف كده ادعوا يا حبايبي كده نفسكم فيه وعلى منزل. حد الشنطة ممكن الشنطة التانية موجودين كهربا ليه؟ مش مشكلة المهم ينزلوا كده الصحن كده يدوف حواليها كده يا رب يجعلها ميزان حسنة. سيبها لا سيبها في ايدي. جميع وقنا عذاب النار. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولا مريضا إلا شفيته ولا طالب علم إلا وفقته ولا صاحب دين إلا وله وفيته. اللهم أجرنا من النار يا رب. اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب. ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا يا رب. ربنا لا تأخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وفصلنا على القوم الكافرين. يا رب ما تحرمناش من زيارة بيتك يا رب وترزق كل مشتاق يا رب. يا رب ترزق كل منك الأمين يا رب. يا رب ترزق كل منك الأمين يا رب. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو. عايشين بارك لي فيهم يا رب وفيهم يا معز المسلمين. كله دور نفوذهم. إلى المساء يا حبايبي الدور الأرضي. إلى المساء كده ما شاء الله نسعى سوا. شو المساء خفيف حلو ازاي؟ مساء خفيف غير رمضان خالص ما شاء الله. حج إن الصفا والمروة من شعائر الله. الصفا الصفا والمروة والمروة من شعائر الله من شعائر الله.
البيت فمن حج البيت أو اعتمر أو اعتمر فلا جناح عليه فلا جناح عليه أن يتطوف بهما أن يتطوف بهما فمن تطوع خيرا خيرا فإن الله شاكر شاكر عليم عليم. يا عزيز يا الله يا عزيز يا الله يا جبار يا الله يا جبار يا الله يا متكبر يا الله يا متكبر يا الله يا خالق يا الله يا خالق يا الله يا خالق يا الله يا الله جبل الصفا يا حبايبي متعوا معايا كده يا رب يكتبها لكم وتنلوها عاجلا غير اجل يا رب العالمين يا حبايبي.